رسخت دول مجلس التعاون مكانتها بوصفها لاعبا رئيسيا في قطاع الطيران الدولي، وأصبحت تستقطب كبرى شركات الطيران وأحدث التقنيات في هذا المجال. وللحديث أكثر عن مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في معرض البحرين الدولي للطيران، ننتقل الآن مباشرة إلى الزميل خالد العون، مراسل مركز الأخبار في معرض البحرين الدولي للطيران والمقام حاليا على أرض قاعدة الصخير الجوية. أهلا بك خالد. إذن حضور ملفت للأنظار من قبل قطاع الطيران لدول مجلس التعاون في معرض البحرين الدولي للطيران، دعنا نسلط الضوء قليلا على هذا الحضور. نعم، شكرا الزملاء في مركز الأخبار، لازلنا هنا متواجدين في قلب الحدث من معرض البحرين الدولي للطيران 2024. في الحقيقة اليوم هو اليوم الختام واليوم الذي تشهد فيه الفعاليات ختام هذا المعرض الذي نظم من قبل مملكة البحرين بمشاركة دولية واسعة، وأيضا هناك مشاركات من مختلف دول العالم حرصت على التواجد هنا في معرض الطيران الدولي لعرض ما تمتلكه من أيضا طائرات وأسلحة وغير ذلك. هناك مشاركة كبيرة جدا من مختلف الأفرقة المشاركة في المعرض، وأيضا لو نتكلم عن مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا الحدث الدولي الهام في قطاع الطيران، ينضم معنا قائد فريق الصقور السعودية محمد بن عبد الله الفارس للحديث حول أبرز ما يقدمه جناح الصقور السعودية. نرحب بك. مرحبا فيك أخوي. بالنسبة لمشاركة فريق الصقور السعودية تتمثل بعروض جوية محترفة، بجانب هذه العروض الجوية هناك عرض أرضي ويتمثل بجناح فريق الصقور السعودية، ولله الحمد فريق الصقور السعودية يلقى الدعم اللامحدود من ولاية أمرنا ولله الحمد. الجناح السعودي كما ترون أو جناح فريق الصقور السعودية ترون طوابير الانتظار التي تنتظر فرصتها لأخذ الضيافة. فريق الصقور السعودية يقدم بداية الضيافة بالقهوة السعودية والتي تدل على التراث والعراقة العربية، بعد ذلك التمور بجميع أنواعها، بعدها يأخذ الشعبيات التي مصنعة من التمور، بعد ذلك ينتقل إلى أخذ الهدايا التي يعني تدل على مستوحاة من شعارات المملكة العربية السعودية، وكذلك متيمنة بلون المملكة بلون علم المملكة العربية السعودية الأخضر والأبيض. بعد ذلك هناك منطقة الجلوس ويستطيع الزائر أن يجلس ويستمتع بالقهوة السعودية. فريق الصقور السعودية يعني في الحقيقة حريص على المشاركة في جميع نسخ معرض البحرين الدولي للطيران، فلو نتكلم اليوم عن مشاركتكم في النسخة السابعة من هذا المعرض، ربما هناك بعض الأمور المستجدة في هذا المعرض، لو نتكلم عن رؤيتكم اليوم لمثل تنظيم هذه المعارض في قطاع الطيران وأهميتها بالنسبة لكم كفريق الصقور السعودية. تعتبر مشاركة فريق الصقور السعودية ولله الحمد للمرة الخامسة، نحن نفخر ونعتز بمشاركة الأشقاء في مملكة البحرين، نحن نعتز بالتواجد وهذا يعني لا شك يعني شيء جميل بين الأخوة. نحن نقدم لكم عروض جوية مبهرة، نتمنى أن تنال استحسان الجميع، نحن نفخر بالتواجد، وأعيد وأكرر أشكر لكم جميعا على حسن الضيافة والاستقبال، ونتمنى أن نراكم بإذن الله في الأعوام القادمة. القائد محمد بن عبد الله الفارس، قائد الفريق الصقور السعودية في المملكة العربية السعودية، بالتأكيد نشكرك على تواجدك هنا في هذا المعرض، وأيضا مشاهدينا لازالت مستمرة العروض الجوية كما نسمع الآن في معرض البحرين الدولي للطيران، وبالتأكيد هناك مشاركة كبيرة من مختلف دول الخليج وأيضا دول العالم للمشاركة في إبراز هذا الحدث في مجال قطاع الطيران. بالتأكيد هناك أيضا مشاركة كبيرة من مختلف الشركات الخاصة والشركات الحكومية في مملكة البحرين، وهذا كله يعني يعزز في نجاح هذا المعرض. بالتأكيد هذا كل ما لدينا هنا في قلب الحدث من معرض البحرين الدولي للطيران، وعودة إليكم زملائنا في استديو مركز الأخبار. الزميل خالد العون مراسل مركز الأخبار في معرض البحرين الدولي للطيران، شكرا جزيلا لك.